فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم كثرة اللعن، وما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر، وما العقاب المستحق لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمفترض في المسلم عفة اللسان عن اللغو وعن السب والشتم، ألا يقول إلا كلاما طيبا ونافعا ومفيدا، ويتجنب اللغط. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، والله جل وعلا قال: إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يرفع إلى الله عز وجل، والكلم الطيب ما كان من ذكر الله من التسبيح والتهليل تحميد تكبير، وكذلك من الكلم الطيب تلاوة القرآن والذكر والموعظة والدعوة إلى الله عز وجل، ومن الكلم الطيب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم الجهال أمور دينهم، كل هذا من الكلم الطيب. نعم.